هذا البرنامج برعاية طازج شركة كاروانجي. جابك جدلك زين فهموني منو دلع بعدين الشارع مقطوع شرفتت سهله دعمت هاي النيسان وطبيت لك بعدين انا عمك يعني انا وابوك اخوان من بعيد عيب عليك ما تعزمني بزفتك وانا اليوم ازفك بالبرازيلي ابكي طين على البرازيلي وباحد شي تريد زفوك البرازيلي شنو هاي الهوسه مالتك اليوم عرس باكر نفرح بيه؟ انا عرسي اليوم يعني لازم تفرح بيه اليوم ومو هنا بباب القاعه، شنو هاي البرازيلي مسخمه وملطمه ودخان؟ ابكي طين على البرازيلي، خطيه قام بيها الدرايم شيفت وصلحتها على الجسر، على العموم مبروك بنيتي ابو فطم وين رفاه والبنين؟ ابو فطم وين رفاه والبنين اخويا؟ يا جراح ولا يهمك بنيتي اليوم احتفل بيك بطريقتي الخاصه حسون بيضتين شو تسوي البيض متريق يا عمي لا ابو فطم عم ابو فطم لا من عين الحاسود يا لا ابو فطم ومن عين اهل العروس ومن عين ام العروس ومن عين منو يا ابو فطم ومن عين قرايب العروس ابو فطم ومن عين ابو القاط ابو فطم عمي اخوان أنا متأسف بس ترى العروس بعد جديدة بنيتي لا تبكين اللي علي يمسح المكياج يتفاجئ لا لا عمو هي هسه راح تعترف هاي يذبحوها مو يرموها ها امشي ليش امشي روحي جيبي لنا سكينه وسوي لنا شاي يلا والله راح تخليني اتندم على اليوم اللي فكرت اتزوج بي لا ابن اخوي اليوم عرسك والمفاجاه راح تتزوج لا تخلي حد يغفك اخوك ها ابو المثل شي يقول شي يقول شي يقول خلي يقول طب مرض عقلناه جاني مكيف شو احنا متاخرين منو معطلنا انت المعطلنا اطلع ما اروح وياك لو تقلب الدنيا دخلنا زفك بهاي البي ام صارت بي ام ما اروح ما اصعد وياك لو تقلب الدنيا اقف اقف يلا عيني هسه ايش بقالك ها بشير شيل رجلك بعد شيل رجلك عشوي من صعد السحاب على رجلي ابو فطم دبوش السياره خلنا نمشي شيل رجلك روح شيل
نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. السلام. دكتور عادل عبد المهدي شلونك؟ أنا علي فاضل ولاية بطيخ. باكر راح أكون ضيف بتديكس بغداد. فسمعت إن حضرتك تجي. يا ريت تجي وناخذ سيلفي. أنا ما شايف رئيس وزراء على الطبيعة يعني. شكرا دكتور. في مال لا. بس لحظة. هاي يمه. راح أشوف رئيس الوزراء باكر. أي. راح ناخذ سيلفي سوا. دي الله عيني. في مال لا. ها مخلد بابا. راح أشوف رئيس الوزراء. لا بابا ذا قطار الأحدث. ما يخال بعد ما يكمل الحكومة يكمل. إن شاء الله ما بقى له شيء. يلا حبيبي. يلا في مال لا. ها يابا راح اشوف رئيس الوزراء باكر تشوفني وراح اخذ سيلف وياه. يلا في مال حبيبي. اجرى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جولة ميدانية في علوة الرشيد النموذجية لبيع الاسماك والخضار. ان الجولة في علوة الرشيد هي واحدة من سلسلة جولات قررها عبد المهدي. دكتور شنو هالفشلة؟ فندق الرشيد مو علوة الرشيد. دكتور شلون ماك فرق؟ كم فروق اكو؟ دكتور فندق الرشيد الطب تشلبي فتشك، بعلوة الرشيد تشلبي عضك. دكتور هناك تلقى باج اخضر بفندق الرشيد. بالعلوة تلقى بصل اخضر. بفندق الرشيد تلقى مقاول اردني. بعلوة الرشيد تلقى خيار اردني. اي اكو تشابه، تشابه واحد. فندق الرشيد مستحيل يطب له مواطن عراقي، علوة الرشيد مستحيل يطبه مخضر عراقي. ما منفع الدكتور بس لحظة أوقف صوتك غريب. أنت دكتور عادل أبو الأسنان؟ دكتور عادل ما عنده تليفون؟ الموبايل حد سيد عادل هو رجل يعني أنا أعرفه معرفة شخصية يعني ما يستخدم الموبايل ولا عنده موبايل. هاي ما تريدين شيء من العلوة؟ لا الفندق وين نطب له ولا ما لفنت أحد يطببنا هناك. هذا هو. يلا عيني يلا في مال الله. أهم حدث صار بهذا الأسبوع هو ظهور جسم غريب. شباب مو قصدي الجسم الرهيب، قصدي الجسم الغريب. بعدين هذا طلع ببيروت، هذا طلع بالكوت. الله. مغيم ذن بيران. تأكله صخور واحد. صخور هاي. براكين هاي صخور شمه. هذا المرمر في بعض جسم عوه ومن ذن يوقعد. بس شباب انتو يا جسم ده تفرجون بالضبط ده حس الحكي على ما يدياب خصوصا بنقطة البراكين والمرمر. اما كل شيء ده يصير بإيران فأنا اقول لكم لا عمليات ما يكونها ببيروت واعرف الدكتور شخصيا. صدق اشو ما حد يجيب طار الموضوع الجسم الغريب وين راح منين اجي. اويلي اويلي على ناس. تعال مو تعال تعال حبيبي. احنا دورنا كفريق اعداد وبالعربي ما لقينا شيء بس بالانجليزي هنا ناس قاعد يحكون على العراق. ترجم لي. سبق الصحفي عبالكم بدنا نلعب كله انجليزي. ما ونطيني احكي لي الجسم وين. ناسا از بيرفكت. ايه علي الحكي بياناتنا. هذا مو موقع ناسا، هذا السايت الانجليزي مال قناه وناسا منزلين اغنيه جديده لوليد الشامي. اوكي وانا ما سمعت جراني ف اوكي ماشي. على حبيبي سلام. هلا هلا حبيبي. هلا عود مر. الولد بعدهم دي يدورون وبكل لغات راح ندور ما عندنا اي مشكله لحد ما نعرف الحقيقه. وعلى طاري ايران اكو ناس يقولون انت تركز على طرف وتعوف طرف. لا حبيبي اي طرف يمد ايده بالعراق ويخرب العراق الذيول مالته دول حبايبنا ونحكي عليهم سواء من هالجهه او من هالجهه سواء من ايران او من السعوديه كلكم حبايب على قلبنا وحضرنا لكم مشهد هديه هديه لكل الذيول. وكثافة الشارب الما يوقف زوت بوت بالبيك اب. شكو شكو صيح شكو شبيك. تعال تعال. هسه غير افتهم انت منو شكو. احنا شرطة مكافحة الذيولة. ذيولة؟ يعني شنو؟
الحكومة الجديدة دشوف مشكلة العراق الرئيسية لا بالاقتصاد ولا بالأمن، مشكلة العراق بالذيولة، يعني تلزم الواحد جنسيته عراقي، بس هو مليان نذالة مليان ما يحب العراق. وشلون راح تعرفنا نحب العراق؟ استووا لنا تحليل دي ان اي؟ مليان قفشات مليان. حبيبي هذا الجهاز امرره عليك زط بط يكشف لي انت المن ولائك والمن تنتمي. ما اسمح لك؟ انا عراقي ابن عراقي. مليان تشمر مليان. اقطع نفس، احضن الهواء، هسه تبين عندي. مليان ساهون مليان. قص له وصل، راح تاخذ هذا الوصل. زط بط انت بالمطار، زط بط انت بتهران، ما اريد اشوفك هنا بعد ذيل. يلا تعال بابا. انت شنو؟ انا ابن العاصيات من الليالي السود، لا اريد القماري ولهن يردني. خيولن، اقطع نفس، احضن الهواء. عونك يا وطني يا ابو الحضارات، احضنك لو صرت كلك سكاكين. مليان وافر مليان. خلفت شيك. ايش تسوي؟ ها شنو؟ لك شنو انت تشمبر بالكفاح شاب؟ هاي من علمك على الجقاير؟ علمانا على الجقاير والتتن، وكبيه يشرب لو خلص باكيته. الله يا هالوطن، شو مسوي بي الله؟ لك دخلفت شكلك تحضن الهوى. الاماكن كلها مشتاقه لك. ها؟ العفو، الوصل اخذه منا لو من المطار. زط بط اريدك بالطائف. يلا عافية، تعال بابا تعال انت. شو تريد؟ افتشك. لا ما تفتشني، كافي ساكتين وانظلمنا هذا الوقت كله. انا على ابو هذا الوقت، وجهنا قبل وانصرنا. اخي اسكت، تتذكر الحليب المعقام؟ يابا اسكت، تتذكر نسلة عمار؟ يا لك اسكت، تتذكر نسلة توتو؟ لك بس فهمني. اسكت عمي، تتذكر نسلة لؤي؟ لك بابا تنفتح اسواق وجايني لك دخل احكي. تتذكر فرندو؟ مليان نسات المليان. اقطع نفس، احضن الهواء. مليان تقارير مليان. وكثافة الشاربي من النسات اللي عرفتك، بس ريت تتأكد. قص له وصل. زوت بط بعمان. حاضر يا زلمي. اضرب منسف لك، تعال انت. تعال تعال تعال. لك هي هيته؟ ما تشوف سيطرة وسرة؟ اقطع نفس، احضن لي الهواء. بعدني يا مراسك اشتغل عند ابراهيم تاطلس، اذا انزل جوا شلقه مراد على مدار. قص له وصل. زوت بط باقصى راي، تضرب اسكندر وتكثر لبن. يلا تعال انت بابا تعال، احضن الهواء. موطني مستحيل. لك واخيرا لك يا نال العراقي، لك الف هلا بيك اخويا. شنو صديق؟ انا بنغالي. كلين كلين، شنو حكي هذا بابا؟ لك انت مليان وطني مليان، دق عندي موطني. صديق احنا بنغال كله يحب عراق، عراق خير، عراق كله فلوس كله فلوس. لك هاي ال 300 دولار تاخذهم بالشهر، طلع لك موطني. صديق ماكو مشكل، فلوس اكو، سيارات اكو، بيوت اكو. بال 300 دولار صديق انت شنو يحكي؟ عراق مليان فلوس مليان. يوميا نشوفكم بالسوشيال ميديا تتقلبون علينا، تقول انت ذيل وانت ذيل، انت ذيل السعوديه، انت ذيل الايران. بس تحكي تنكشف راسا انت هم ذيل. تدري ليش تنكشف انت هم ذيل؟ لان دائما الذيل اعوج. نروح الفاصل. ورجعنا من الفاصل وعندنا بعد هوايه الجاوي. لقيت لك فيديو يحكي بالتفصيل الممل على الجسم الغريب. اكو شخص ده يحكي عني؟ شخص جيب بالله نشوف. شباب اللي يعشقوك يا مايا دياب، معاشا انا قلت يا حسون جوز كبير. ليش سموهم علماء فلك؟ ما تشوفهم بيد بدون فلك. والله كبير صدق. ولك معاشا 3000 رغام حبيبي كبير. هذا الجسم الجسم الرهيب الرهيب مو الغريب مو جسم. شي تعال تعال. نعم قول. بس احفظ العنوان لحظه. حسين الديك موال نورمان
اوكي بعد اسالك شيء شوف كان مفيد يلا وين ذولا وينهم وين راحوا لا تخاف بابا لا تخاف جبنا جو الشرطه الف الحمد لله وشكر ربي زين جيت سيدي من شلون جيت والله خلي شو السلام عليكم وعليكم السلام انا فرحان على والدك ستاره سعيده فلشان غاب الجو كله فلشان لا تخاف لا تخاف يعني الرمي مو على الستاره الطلقات فاتت لكم لي جوا سيدي يا ستاره هي ظلت ستاره اقول للبيت تفلش الاثاث تكسر ولا جام وبقت صاحيه ابني ابني قاعد يتفرج قاعد ينكسر سودا علي سيدي والله اني بالمطبخ وطبن الطلقات علي ها شنو بابا انا طاطويه مج انت ما تحكين انا احكي لا حشاك سولف حبيبي التخزلمة سيدي والله واقفه بالمطبخ والطلقات طبن عليه وهسه شنو هاي الاضافه شنو المعلومه الجديده اللي قدمتها سيدي والله هسه وني دا احط الطماطه بالطاوه حطيت الطماطه بالطاوه رجعيها ليش سيدي هستوها حطت الطماطه بالطاوه وفاتت عليها الطلقات دوقف لي يا عيني وخليت العروق همين سيدي وخلت العروق همينه وفاتت عليها الطلقات لا وخليت الشاي همين سيدي وخلت الشاي همينه وفاتت عليها الطلقات سيدي الامور كلش تطورت الجماعه ايش راح يتعشون العروق احترقت صدق الامور كلش تطورت انتوا ايش راح تتعشون سيدي احنا بيا حال يا عشي اقول لك البيت انهجم على روسنا طيح الله حظك ترزلنا من وراك ايش عليك انت بالعشاء ولا هي العروق تقهر احكي لي بابا انت عندك مشكله عندك ثار عندك طلاب ويا واحد لا والله سيدي بس انا احكي لك انا اخوي عنده مشكله ويا جماعه وقالوا له تعال حول هو ما حول وجوي دقوا بيتي انت عندك دليل عشان جوي دقوك اكو كاميرات دار مدارك تثبت مصوره هذا الحكي سيدي اكو كاميرات بس هو من يقبل يعطي تصوير الناس هنا كلها تخاف لانه اذا نطوا التصوير يدخلون بطلابه عشائريه مالك علاقه غصبا عليهم يعطون التصوير حموشي روح لمذني الظروف الفارغه تعالك تعال شو تهز بيدك ما عاجبك سيده ساره هواي اسخر بيها شنو انا صغير اسخر بيك شنو دازك على كلاص مي قايل لك ذب الزباله روح جيب صمون بلف غير هذا واجبك لا سيدي شايف تعالك جديدك كسر قلبي الملعون تعال حبيبي تعال يا حموشي انا ايش عندي غيرك ابوي حبيبي تعال لا في دول الله باوع الخدود باوع حبيبي حبيبي انا ايش عندي غيرك ابوي روح روح يلا لم هاي الظروف يلا يلا ابوي يلا روح روح هكذا يتحول المنتسب الى مكناسه كهربائيه لمهم كلهن ابوي لهم تعال سيدي انتو حسوون الاجراد بس احنا بهالليل وين نروح من يحمينا تامي نفسك شنو تحكين وانا واقف سكي حشاك انت خزل محكي سيدي هسه انتو حسوون الاجراءات بس احنا بهالليل وين نروح من يحمينا اخبزل هذا احنا نحميكم بعدين اللي دق بيته وستاره او باب يطبق عليه قانون اثنين ارهاب يلا فوت انت وعائلتك لي جوا خلينا نشوف شغلنا يلا تفضل اخي والنعم سيدي والنعم يلا يعني فوت فوت جوا يلا شباب روحوا شوفوا لي من هنا عنده كاميرا جيبوا لي اياها وتعالوا يلا السلام عليكم بلا زحمة الأخ وين بيتهم؟ هذا بيتنا عندك كاميرات؟ عندنا الكاميرات؟ إلا عشان ذني دوش خارجي؟ ذن عطلانات هيش خالي العمود اللي يجون الحرامية تمويه وهكذا بيّن من السويتش سيارتك غالية وتخاف عليها هذا سويتش؟ إي لعديش غير هذا أعتقد ما سيارة جيب سيارتك؟ لا حبيبي أنا عندي كير إيوه أصلا يعني هذا سويتش مو جيب تمويه وهكذا بس مرغستك أسنان ألو ها حبيب لا تجتمعون إلا أنا أجي إي دير بالكم لا تجتمعون يلا جاكم جاكم شوية وجاكم بس يمكن هاي السماعة الايربود ما تخلصان شحنة لما استعملتها هاي السماعة هاي عطلانة ايش مخليها تمويه وهكذا يلا فضل استاذ ترى مستعجل فدوا عينك اي سمعت عندك اجتماع مهم يعني تفضل لا يا اجتماع استاذ رايحين نلعب دومنة هاي سوالف تمويه وهكذا ايش بيك استاذ تلعب دومنة لا يا ابن الازنيف اليوم راح اذبك بالتوقيف سيدي صدق راح اذبني بالتوقيف لا تمويه وهكذا ذبه بالتوقيف ذبه ولا تحبون شقه أربع عندك كاميرات؟ إيه موجودات؟ إيه شغالات؟ إيه أقدر أشوفهن؟ لا ليش؟ رم قبوط أنت تكذب؟ لا أنت حس صدق؟ إيه أنت منو؟ أنا سرحان أخو عيدان أخو زيدان المليان؟ لا ذاك رمضان أنت خايف؟ إيه ما تنط التصوير؟ لا راح أذبك بالتوقيف ليش؟ كيفي؟ أخذه أخذه للتوقيف أربع إذا متى التصوير ما تطلع يلا هاي جايز شلونكم اليوم الشرطة يمنون كلش فرحانين بيهم يعني الأمين يعني هاو ار يو سيدي فان ثانك يو اند يو ما طول علاقتك قوية بالتصوير أكيد عندكم كاميرات يا سيدي عندنا كاميرات بس منراقب الناس ما تهمل زين نقدر نشوفهم نو دادي ما يقبل أنت من جماعة دادي فدوا روح الدادي إحنا هم أخوتك خلينا نشوفهم نو نو أي أم لولي أنا الوحيد لأهلي لك بابا أنا دا أقول لك هاجر
عوف عائلتك، أنا بس أريد أشوف التصوير اللي عندكم بالكاميرا. سو وإذا شفت التصوير ذولا باد جايز لا يحترمون لا قانون ولا دولة. باد جايز هذا خبز عروق. لك بابا ايش دا نحكي وياكم هندي؟ انت اليوم اذا ما انطيت التصوير لجيرانك باكر عقبه من تصير بيك حاله جيرانك هم يقبل ينطي التصوير. لا ينطي. لك بابا امانك مضمون بس اعطينا التصوير خلينا نطبق القانون. لا ابوكم لا ابوكم لا ابو الاستهتار لا ابو الخوف لا ابو شكمته. سيدي هذا الهارد بيه تصوير. شكمته شد لها. لك مو صار السبع وجبت لنا الهارد هم تتفور؟ طبعا. مر علينا بهذا الأسبوع قبل أيام يوم الرجل العالمي. صح الرجل ترزل رسالة غسل ولبس بيوم الرجل العالمي بالفيسبوك وباقي المواقع، يعني واحدة تعلق تقول كل عام أنتم بخير وعشرة يرزلن ما أدري ليش، بس إحنا راح ناخذ حق الرجل، سوينا له مشهد يدلل. شلونك حبيبي؟ حبيبي ده تسمعني؟ بتشوفني حبيبي؟ عندي وياك موضوع من ذيك الجمعة وانت ولا يمي. يمي لا تقول لي كلمة يمي اتخبل منها. حاضر. التليفون خبلك دمرك. هو احنا نشوفك باليوم ساعتين وتقضيهم بالتليفون غير دا جاوب على العالم. هو انت ايش عندك؟ هو ثلاثة اصدقاء وكنت يمهم بالقهوة شديت ويا التليفون مو راح اهده. يلا هدي هدي. وقع اللايك وقع بسواراتك بعد لك سوارين وصيرين كهرمانة ولا تقدر تعوفه. انت مدمن على الجهاز ما يطلع من ايدك هذا الجهاز. يلا عفته قوم نسوي لنا شاي خلنا نسولف. خل اشوف. باوع داس اتصال من واحدة. باوع ما تقدر تعوفه مدمن غير بين ما يصير الشاي. تتراهن انت ما تقدر تعوف التليفون ساعة واحدة؟ يلا تراهن من شنو؟ اذا غلبتك ما راح اطلب منك شي، اريد بس تسوي الواجبات اللي كلفتك بيهم. صار لي شهرين وتقول يمي. زين واذا انا غلبتك؟ بكيفك اش تطلب اجيب لك؟ ارجع اخذ الموبايل. اويلي على الموبايل. هو ايش هجم بيتي غيره؟ نبدي؟ هي نبدي هي ساعة بس التليفون وين نأمنه يا جابر بن حيان؟ ساعة كاملة يعني 60 دقيقة. إذا كمشت التليفون تخسر وشكو شغلة طالبتها منك اليوم تسويها. شنو يعني؟ هي ساعة قحط مغذي هو أعوفها ساعات أصلا. والله يا الله. يلا خلي نشوف. لسه بالعشرة. يا الله حيموت حيموت. هي ساعة شنو؟ هاي خمس دقائق راحت. أقول لك حبي لنا شنو الطلبات؟ حتى ما تتذكر الطلبات. طبعا إذا أنت متزوج التليفون وعايفني. إيه ماخذة مهرة غالي دبل سيم كارت. الحاضر آسيا والغايب زين. صاير حشاش ذبة. سجل أستاذ يمك الطلبات. المراجعة الشهرية مال ابنك كرم ينطبي بالأسنان. أوكي سويت له أسنانه عقله شلون؟ بابا ابني تهبل اهبل. بعدين هو مو موعده لحد؟ عيني اليوم الأربعاء. شفتي مو صوتي هي الأيام ده تركض ركض. هو هذا تبريرك؟ عوف كرم الزوالي الشتا ده ياكل بينه. يمي صار لك شهرين تقول لي يمي وكل شي ماكو. هسه ده آخذ الزوالي إيش قد يطولن يمه بالغسل؟ اسبوع اسبوعين. زين ايش قد عبر من الشتاء؟ اوف منك شهرين. واني راح انساهن شهرين خلص الشتاء. عوف الزوالي وبور الغسالة المكسور. حل بعده مكسور هذا شنو ام تيتي؟ كل الزين تعرف الغسالة اهم من امي وذاك اليوم سمعتني اقولها لهاي الحكاية وزعلت مني. يمي هي شنو اليمك؟ اذيك يا بالحمام تسمع حسك. لك مو الغسالة امك انا صالحها. وابنك اللي ضرب المعلم صار لأسبوعين وحاط له صفر وانت ولا تحرك ساكن. لا هنا اختلف وياك. المعلم ده يربيه كاد المعلم ان يكون رسولا. شي ربي هو من اول يوم ضربه قلت راح اسويها ويا عشاير. وانت مو ما قبلت على العشاير وقلتي لي هذا تخلف. والله حرج اجيك منا تجيني منا اجيك منا تجيني منا. يعني خنقتيني دمرتي حياتي بعد حطيني بصندوق فد نوبل. لا حبيبي ما احطك انت بصندوق احط هذا بالصندوق. واتساب محترم. بابا حيموت حيموت.
لا تخاف ما يخترق. زين بس اجاوب الواتساب. لا شوفي دق كتب لي على الواتساب ما جاوبتك دق لي اكيد اكو كارثه حبابي. لا مقفول. لا تلوب ما طلع الموبايل. زين حبيبتي نقدر نرجع للمقترح الاول وهو حطيني انا بالصندوق والموبايل. يمي شك مكه. نعم حبيبي انت عندك جمهور اطفال اعرف بلا غرور واسمعني فهم دا يشتكون شويه من المسبه مالتك. يعني شو اسوي مثلا؟ لازم تغير يعني تسوي شيء يليق بالطفل. انا جدي عربي بندقيتي في يدي تي تي طه. لا هذا اصلا نشيد الباك جراوند مالته يخوف. شوف لنا غير نشيد. عندي ذيك هالكبرى قام ينقل على الطبله؟ لا انا ورده بيضة شكلي جميل ما احلى جمالي لما اطير. لما اميل مو اطير. انا ورده بيضة شكلي جميل ما احلى جمالي لما اميل. هسه تحت اي ظرف ما اريدك تسب بعد. خلاص بعد ما سب يلا اطلع. ما اطلع. اطلع حبيبي. ما اطلع حموشي. خلاص قناعتني راح اطلع. خلينا نشوف المشهد. ها شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي صول. هاي بيجو. تراوس؟ لا تحرك. اي طبعا تحرك يا طلع على اطلعها. شلون اسوق وانا خابر؟ لا لازم تقصر براسك. انا جيت نايم ودا اسوق. احترم نفسك لا تشذب وتفرها عليك. انا الغلطان غصبا على شاربك. لا اقول لك انا الغلطان الا اقول لك حلمت بيها صايره جيب. ليش تريد تفرها عليك؟ شلون وقت اخبر؟ شوف الشارع قام شيله فيه مع انه ما ادري فيه. يطوهم اجازه ما سوق وصعدون صول. لا عاد بشرفك هذا وجه يركب بيجو 2015 فيها ضربه بالدعاميه. بعد شنو حادثه؟ بيها طاحت بالقماره. احترم نفسك لك. انا سيارتي مضربه صفع. يعني طاق بيها ايرباك. يعني مو سوء على النظافه ما ادري. بردات لو دشبول. دشبول وبعد صوتك ما سمعه. شلون بك لايت ما يحترم. الله يساعدكم يا ولد. هذا من هذا شو يسوي بالصندوق؟ هذا مأجر. اذا انتم شايفين روحكم غلط على شنو تتعاركون؟ تشوفوا الشر وروحوا. والله حكي صح. لا انا عندي راي. انشب. الله يساعدني. الله يساعدك يا ولد. يلا هذا وما تسوى حبيبي. ما تسوى روحي. ما تسوى حياتي. ما تسوى كبدي. ما تسوى قلبي. ما تسوى عمري. ما تسوى غاتي. ما تسوى باشاتي. اقول لك ما تسوى حبيبي. قلبي. روحي. عمري. اذني. خشمي. ايدي. حلقي. بطني. لحيتي. رجلي. حاجبي. انشاب انت الغلطان نايم ودسوق. انشاب انت الغلطان تتخابر ودسوق. هسه يجون المرور ويسوون مخطط وان شاء الله ان شاء الله تطلعت الغلطان. لا هسه يجون المرور ويسوون مخطط وان شاء الله ان شاء الله تطلعت الغلطان. اسكت قلبي. اسكت روحي. بس بابا شبيكم تتعاركون على مود حديد؟ صدق كذي؟ هي سيارة ملك الشارع يا يابا. نعلى على ابليس يا قلبي. نعلى على ابليس يا روحي. نعلى على ابليس يا اذني. نعلى على ابليس يا عيني. بس قلبوشي صدق كذب. هاي السيارات تجيبوها مو هي تجيبكم يا عيني. هسه واذا كل سياره راح تنقص 10 ورقات بس اهم شيء تسالمين. ايش قد؟ واذا ما انطرحتوا زواج ورجعتوا للبيت بلا تعويض. بس انا عندي ابو معارض يمشين اثنيناتهم لا تخافوا. ما عليك اصلح السياره وتجيب غراض اصليه روحي. من السنه قلبي. من كسره وعطش حبيبي. من الطالبيه عيوني. من شيخ عمر رجلي. بس كلياتي شنو هاي الاعصاب؟ ايش دخل السلاح بالنص؟ افرغ المسدس براسه اليوم. ليش انت عندك مسدس؟ طبعا عندي. لا عاد شكو ضمه. صح شكو ضمه. بس هذا المسكين خطيه راح ينقتل لان ما عنده سلاح. منو ما عنده سلاح؟ انت. لا عندي. لا عاد شكو ضمه تجيبه. الحمد لله والشكر السلاح عند اثنين فارغين كل شيء ما راح يسوون. باع قلبي. باع اذني. باع روحي. باع قصتي. بس قذلتي قولي يا الله صدق كذب. توكلت طلقين. طلقتين وعيونك. وانت ذا مو قد السلاح شكو شايله. على عيونك قلبي. باع لك اليوم اشمرك ورا الشمس. شوف لك اليوم اشمرك ورا القمر. اليوم اشمرك ورا النجوم. اليوم اشمرك ورا الغيوم. بس بعد لعبوا اولية تذبوها لاسلحتكم تتعاركون على مود سيارتين وتصير دمايه. اصعد انت بسيارتك انت مبين شراني انت مبين كلش فارغ روح. لا انت فاهمني غلط. شنو فارغ؟ لك شنو انت غير ما تدري ايش حكى عليك هسه من جريته. ايش حكى؟ قال هذا الولد خليه يروح ليعور روحه. اليوم اطيح حظك. اليوم ادمرك. اليوم اسرفك. اقول لك انت منو؟ ابو الهيل. والله ابو الهيل. قلب بيت رقية مو برنامج صار. منو؟ انا معلم. تفضل. انا معلم. شنو؟ قلت له هذا مكان. ايش طلعك انت؟ جابك؟ شو ودك؟ معلم
جايك بشغله. قول. هذه خطيه غي سبتي. شبيه؟ الناس وايد تسال عليه، راجع خطيه. حبيبي ما يفيد، سبتي احترق. لا ما احترق، انكتل. ايه مو هاي المشكله، هسه راح نجيبه مشهد ينكتل، الناس تكفت الموضوع. معلم والله تغير. هو انا سبتي روح خابر لي اخر يجي. لا معلم، غيس واقف بالباب. جيبه خل اشوفه. يس! ابو الاخ افتح الباب. حقك كويس ما تنده، اشوفك قاعد قد حلو. السلام عليكم. اوه نفس القمانه. هذا المتغير؟ لا معلم، ها مو انقتل. بعد شنو؟ حقتلوه. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف انت ماذا رجعك على هالوضعيه للبرنامج ما ترجع. انا محتاجك بالاعلانات، اكو مجال بس بالاعلانات، اذا تريد اهلا وسهلا بك. يس اعلانات يعني جسم المراقبه مندر ماركتينج مشغول بالطاقه. انت ما تحترم ابو الاخ. انا راح احتاجك باعلان مال تليفون نوكيا. تليفون نوكيا؟ ايه عرفت، راح تجيب جماعه يقتلوني ويصوروني بهذا التليفون على مود الكتله تطش مو؟ لا لا احنا لازم نعلن عن مواصفاته. عرفت انا ريس نوكيا طابوقي فشل طابوق على راسك. لا 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 وديك ابو الاخ تفتهم بالاعلانات. لا 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 مو نوكيا القديم، نوكيا جديد صار. شوف هذا التليفون. هذه شاشة؟ اي شاشة. عرفت راح يكسرون الشاشة براسك وما تنكسر، هو التليفون قوي. شنو ابو الاخ انا من داس عليه؟ اسمعني شوف هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح ناخذ مواصفات مال الجهاز. نعم. ونسوي عليها اعلان. نعم. انت ثقافتك بالتليفونات شلونها؟ زفت. عافية هذا الرايده. يلا يلا احنا هسه ايش راح نسوي؟ ايه. اولا هذا الجهاز التصميم الانيق مع شاشة رائعة مع نوتش. نوتش هذا النوتش اللي هنا. نوتش يعني لا هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ 5.1 بلس. حلو. شنو؟ اي هو هذا صح؟ هنا ايش عندنا؟ اكو هنا زجاج مقسى. يعني سيراميك، مطبق سيراميك على التليفون حتى يصير قوي. صح. وهذا يضفي على الجهاز رونق. اي هاي رونق رقمتها جوارينا بالمنطقه. شنو غيّس؟ شو وقت رقمت؟ لا 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 والديك فشني. هاي رقم انت عادي عندك الموضوع؟ ايه رونق بالجامعة مرحلة الثالثة على فايل. الحمد لله والشكر. يتحدث أول بأول. يعني كل شيء يحكي، دير بالك تخلي يمه سر. لك لا بابا مو يتحدث يعني يحكي، يعني تحديثه أول بأول. ايه زين، الو. لا داعي للقلق من نفاذ المساحة بعد الآن. يعني شوربة تعدس من الصبح؟ وهذا التليفون وروح وضع يستقر الحمد لله. انت ايش فسرتها؟ ايه ايه احنا مأمنين من الاعلان والله. الجهاز يعمل بشكل سلس وسريع. يعني ناخذ لك بسطيه مال جيجاير على السريع. ايه. خوش فلوس وحلت الدوام ازدحام السريع ما يوقف. ما يوقف. تقدر بينا. تقدر تجيبها مترنز مال شاي. ايه ايه صح. تقدر صح. تجيب قهوه همينه. هاي مال بخاخ مال جام. هذا انت رجع مو؟ شفته شفته شلون شفته مغيس. يقول مع جوجل فوتوز. ها؟ جوجل فوتوز يعني شلون الفتوش؟ ايه هذا إيه مقبلات إيه. يجي حمص بطحينه باللحم ريس باللحم احدها. ايه تفضل غدو. وبامكانك حفظ وتحميل عدد غير محدد من الصور مجانا على حسابك من جوجل. انا ما عندي خرده عادي مشيني 25 شايل؟ لا بس اردني. وبامكانك استعراض الصور من اي جهاز او تلفاز اندرويد بمجرد الولوج. عرفت شنو الولوج؟ شنو يس؟ يعني شلون واحد جاي للدنيا يقول لك هذا مولوج؟ هسه هاي المعلومات كلها. حلو. وين الاعلان؟ يا الوليد شاشه نوتش موجوده. يا الوليد نوكيا اليوم موجوده. يا الوليد الشاشه ثم شاشه ثم شاشه. شاشه ثم شاشه ثم شاشه. هلا هلا. شاشه ثم شاشه ثم شاشه. واحد رئيس بعد. عذب ليش قلب امك نوكيا اليوم حلوليك. عذب ليش قلب امك نوكيا بروح الضمك. عذب ليش قلب امك. شنو هيس؟ لا 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 والديك بلوخ. طبعا نشكر الجمهور على تفاعله واستطلاعاتنا اللي تظهر بالبرنامج ويا مراسلنا علاء الابراهيمي. واكو هوايه بنات يعني اعربن عن استعدادهن انه يجن للموقع اللي صور بيه علاء الابراهيمي ويوقفن قدام الكاميرا ويقول لنا ما نسوي لقاء وياك. اوكي خلينا نستفاد من عندك علاوي. راح تطلع بهذا الاستطلاع عن العمه وتشنه وتشوف الناس
توزع لهم هدايا. هذا الكروانجي كولا، اوكي، هذا بالجلاس، ونشوف بعدك مستمر بالعزوف. حلو هالعزوف عن اجراء اللقاءات مع النساء. صدق طيب، نبدا استطلاعنا على العمه والشنه الابراهيمي. والله الابراهيمي خلاف بين العمه والشنه، هذا الخلاف الازلي. ما هو السبب برايك؟ افرازات اللي يعكس الشاكس، انه يعكس الخلاف المجتمع اللي صاير. ابدا علاقتنا عائليه وحلوه، انا يعني صرت ابنهم الكبير. ايرمان ليه؟ من وين حضرتك؟ من الشام. ميت اهلا وسهلا ابن عمي. عراسي يا خال. بالعمه والشنه انتوا كيف بتقولوها؟ الحمايه والدره دائما يصير بيناتهم مشاكل، برايك شو السبب؟ كثير بتحبني وبتدللني وبتلعب لي بشعراتي. لك شو بحب الشام دخيل الله. شنو رايك بالخلاف بين العمه والشنه؟ وانت هم قاعد تعاني من عمتك، واضح حتى تعاني. شكرا جزيلا. هذا خلاف يصير عادي بين كل العوائل العراقيه. عرفتوني انتم؟ عرفتوني؟ لا ما عرفناك. قول علال ابراهيم شلون من عرفك؟ عرفتوني؟ لا. انت متزوج؟ اي متزوج. منو نصب عليك؟ هذا الملك منو؟ ابويا اللي ورطني علي فاضل، قال لي انت استطلاعك ما يجيب فلوس، بسوي اعلان كروانجي والله كل زين، بطن كلش جيد وكبير. بسرعه يا ولد. تعالوا طيب. من تزوجت قلت لروحك والله غلطة. هم عندك معاناة من عمتك ومزوجتك؟ لا والله. يعني رأسا عندك مشاكل ويا؟ لا أنا يعني قوي، ما أخلي واحد يتدخل بحياتي الزوجية. يلا محمد، يلا محمد طفيت الكاميرا. عمه هلا بيكم. عمه جايب انسابته وجايب ادوه. هلا عمه، هلا هلا بالغالي. هلا شو تريد انت؟ انت منو؟ انت متزوج لو بعدك؟ الحمد لله وشكر. حب عمتك؟ لا. تكره عمتك؟ لا. ضج من عمتك؟ ايه. اذا عمتك يلا روح هاي خلص. ارجع قطع حبيبي، ارجع قطع. انت تغسل عبايات عمتك؟ اي اغسل عبايات عمتي. شقد لوقي خرب ابليسك؟ شقد مواليدك انت؟ 98. طبعا اشكرك واشكر عمتك. كروانجي الافضل في العالم، مستحيل تقدر تقاوم عركه، بس يشرب لك شويه كما راح تضرب بوكسات هوايه. ليش ما ترزلك عمتك؟ ده عمتك من هاي تجيك يعني دنجي؟ ايه دنجي هتشي. ايه ايه وتقول لك اقول لك ها تجيك تقول لك لك واضح ما يخاف واضح. لا لا تشلبون بينا على العشاء فدوه. وليش دائما العمه تنقص على الرجال؟ اذا كنا زين الحمه ليش ما تكون تحترم الجنه؟ عمتك كم فد يوم نقص؟ انت ايش عندك هات روحك؟ ما تخاف من عمتك؟ والله ما اخاف. حبيب قلبي. خلصت ان شاء الله، ما بقى شيء، هذا الاسبوع خلصان. نلتقي كله ويا الناس الثقال المسؤولين، من يحللون العصر اللي يلبسون دشاديش؟ خذت عمتك وياك ان شاء الله ام زوجتك. ما طلع عليه ساشين حاطط علاقه. نلتقي مع شخصيه اخرى، شخصيه لا تخاف من عمتها، ما يكون حازم في التعامل. تفضعنا على كيفك يعني قلل منها يعني. مو حال قوته. لا كروانجي شربه ورا الكباب راح ترتاح بطنك، كروانجي شربه ورا الباكر راح ترتاح بطنك، كروانجي اشرب وتونس والعب دومنا واركض. على مود منك اقول لك يعني. يا شباب اكو ظاهرة كلش منتشرة هالايام وهي ظاهرة التسول، واحنا نريد نحط لها حد. اني اريد اسوي شعار، اريد الشارع مفول واقضى على ظاهرة التسول. يلا حبايبي انتشروا. هكذا يتحول المنتسب الى بنكه. شده يا ورد. شده. حمش الورد. شده. توقف الولد. شده. لك بابا شو كنت تفتر داير ما دايرتي؟ سيد احترمنا، انا عندي خدمه 15 سنه. عوف الخدمة حموشي، أنا إذا لبستك دشداشة رصاصي وكليتها رصاصي تنقل بصبة أقطع بيك الشارع، ما أسمع صوتك حموشي. وينك يا أبو بيتي؟ تعال شوف تسووا بي. ذبوني ولدك بالشارع من ورا جناي، أمهات الفلاتر، أمهات السنابات. ما يقولون علي هاي مرة هوت تشيك. anyway هلا وسناب، شلونكم يمه؟ تعال شوف حالي بالضيف.
من نظيم الجناين، من نظيم المشاهدات، من وراء التحديث مال سنار. خالتكم متفاعله نار يما، نشر حسابي، حبكم حموشي. خلينا نشوف هاي الحجيه، يمكن الشوته مالتها مليانه تراب لين جاي تقطع. السلام عليكم حجيه، شلونك؟ شو اشتغلتي؟ ايش قد لميتي من الصبح لي هسه؟ يما احكي لي، انا مثل ابنك، ايش بيك؟ يما انت طيب ومثل ولدي. انا بيد الجناين صفى ولدي والجنة غار كيف سناب عندي. بس بعد طب عيط من الباب، شق زيجك، خلي الحبيبات يقابلنك، خلينا نشوف اللي مالك بيها. حجيتي حاطه ردش تعدى عليك، احكي لي. يما انا وليداتي شمروني بالشارع من ورا الجناين يما. يما اليوم اطقهم بدعوه كيديه، اليوم لو اعرف اذبهم كلهم بالتوقيف وانت ترجعين تباتين ببيتك. حموشي اكتب. سيدة قلم ما عندي. هاك يما. رحم الله والديك يما. حموشي طلع الاوراق مالتك. سيدي ما جاب اوراق. حموش التجاهل صف ثالث اليف، ادور لك قلم زايداني. هاك يمه، هاي بالشيله عندي ورقه يمه. رحم الله والديك حجيه. اكتب حموشي، توجهت انا. هاك يمه، هذا منحف لصواحبك ابو ثرب يمه. رحم الله والديك يمه، ذاك اليوم الحرام انهزم منه قبل ما يسوي الجريمه. اكتب توجهت انا. وهاي هيلات يمه. خلاص يمه، صدق كذب؟ شيله هي الاسواق، وين طالعه هالشيله مالتي؟ شلون تشارجه؟ دخلنا اشتغل. anyway صدق كذب يمه، ادري مشاكلش ما تخلص. يوم وين سويت لنا هذا العرس؟ كم لك عار ادب سز تطرد امك بالشارع؟ بس انتو جين نفاخات تمشون بامر نسوانكم، اكيد مطلعيها لا اكل ولا شرب ولا فلوس ولا دول. سيدي والله العظيم الراتب من ايد المحاسب لايده مداريها مثل المي بالصينيه. صدق هذا الحكي؟ ميبي ميبي، شنو احكي لي شنو السالفه؟ يمه اذا ما تسوي هيك ياخذون المصرف يتلبسوه مولات وهدوم وصالونات وتجميل مات النفخ. حجية يا مصرف، هو احنا هنا عايشين بالبيت عبالك عايشين بالثقيلة؟ سيدي والله جيب المسواق منا ضمه بالكنتور منا، مو بس هيجي الساعة بالستة الصبح تقعدنا نكنس ونطبخ، واذا ما عندنا شي تخلينا نلعب شناو لو نسوي قفز على البقعة. ميبي ادري حجية صدق كذب، مو عسكر ما تدريب، اذا المسواق تحطيه بالكنتور الهدوم وين تحطيهم؟ بالتانكي. يمه والله هاي جذابة، اصلا انا الانترتينمنت الوحيد اللي بالبيت يمه. ميبي بعدين خاله معروفه، عرق التدريب يقلل من دماء المعركه. اي والجيش نور لمن يهتدي ونار على من يعتدي، والقطعه بامرها واحترم تحترم، عيني حجيه هتلر. نسوان ما ينقدر الكن، صدق لو قالوا نو من نوك راي. سيدي حتى كاميرات مراقبه بالغرف حاطه. ادري شنو هم، مصراف محل مال صياغه، صدق تحكين عايشين بالسي اي اي يمه. لعد غير عيني على وليداتي يمه. قومي روحوا يا ذولا المساكين فطيه، والله الله بيهم ذولا مساكين. انتوا مساكين لو لا؟ اي والله مساكين. وليت منو قال لك الموسم الاخير مال جيم اوف ثرونز راح ينزل سنه الجايه بشهر الرابع؟ احكي له قولي له. حجيه راح اقول لك كلمه للتاريخ. قول يا بعد بيتي. اذا ابليس دخل الجنه واذا البعير سلطن وغنه وإذا حموشي ما أكل أكلني العمة ترضى عتشني، قوموا يا ذول المساكين روحي خطية. الله ويانا بالحلقة مجموعة تعليقات. نبدأ بأول تعليق، فقرد صاير ما يخرب الحلقة، قصدكم فكرة أنا قريتها فقرد، كون تشثر من الشيطان بروح فاضل خلي لك عم بهمينة فوقها. أحلى مشهد غسان ومرته، تذكرني بدعاء كون ما تشوف تعليقي، عيني دعاء. أختك اللي مسوي حساب باسم لمسة هوا، يا ريت لو ندخل زوم على الصورة حتى نشوفها أكثر. تقول عليك أنت اللي تطلعين مشهد غسان دور مرته المزعجة، يعني هي أختك تقول عليك مزعجة أو صديقتك، بس يعني تنبيه بس لا أكثر ولا أقل. أحمد كاظم يقول مطلوب 15 مليون وجاي باع ولاية بطيخ، وصلت الرسالة أخي حبيبي. اللي انت تصير صديق او قرايب احمد كاظم اللي انت مطلوب له 15 مليون، هو دي يدز لك رساله من خلال البرنامج، واحنا بدورنا كطبابه خير نقول لك لا ترجع ال 15 مليون وظل باع ولا تبطيخ. جيمنج ياسر
يقول استاذ علي فاضل اتمنى امثل وياكم حتى لو مشهد واحد، بس حاس ما تدخلون وياكم غربه، اتمنى تاخذ تعليقي. حبيبي جيمنج ياسر احساسك بمكانه، وانا دائما اقول لك امشي ورا احساسك، فعلا ما تدخل غريب ويانا. يوميات صافي العراق يقول جبار ابو المولد طالبني 2000، منو يدايني وانطيها اليه؟ تروح على احمد كاظم اللي يطلب صاحبه 15 مليون ياخذ لك منه 2000، يصير لك 15 مليون و2000، ما راح يفرق شيء وتسد ابو المولد. التعليق الاخير ويانا علاوي، انا صديقتي تشك بحبيبها تقول احكي وياه شوفي يقبل يتعرف عليك، برايك شو اسوي؟ عيني انا هذا الموضوع كله ما عندي بمشكله، انه صديقتي تشك بحبيبها تريدك انت تشتغلين جاسوسه كله ما عندي بمشكله، بس اسمك الرسامه الخزرجيه حبي هذا بينقص. هذا المفروض اسمك يصير الرسامه الخزرجيه حبي، بل كنت ترسمين فد بورتري حلو هيك المفروض يصير اسمك، وشكرا. شلونك؟ اهلا حجي. ارد ابدل دهن. تعمر؟ ارد هنا ايكون. صار؟ مشين 8 كيلوات. تعمر حجي؟ 9. صار؟ 10. تعمر؟ وشنو مغيرين الدهن؟ لا حجي هو نفس الدهن الايكون بس سويناه له شكل جديد. يعني نيولوك؟ اي حجي. يمشي سوريله للقبض؟ نعم حجي. كنت شو مضبوط؟ هذا واجبنا حجي. شبم لقلق لتجاوب. على راسي حجي ما جاوب. قال لك شلون يستفزني؟ لك تضل تشق الحلقك. تأمر حجي. يعني مضبوط؟ ابد حجي. انا علمك يوم لصمت اجدادك تعال. قول حجي. تجي قدام لقلق. اي حجي. هذا دهن؟ نعم. هذا هم دهن؟ نعم. هذا هم دهن؟ اي حجي. يوم اصمت اجدادك للصبح وهذا هم دهن؟ اي حجي. وهذا هم دهن؟ نعم. يا خلق يا خلق يا خلق. سكران العار لك بابا اكو واحد يسكر هيك وقت تبقون عارات؟ عاشت الاشامي يعني ذا هيك وقت تسكر بالليل شو تسوي تلعب خماسي؟ انا مشكلتي وطنيه اخوي، انا الوطني يدفعني الشرب. شلون بالله جيفارة؟ احكي لي. بالبدايه انا كنت اريد اشوف، طلع التزوير بالانتخابات رجعت للشرب. غالي وغالي. بعدين اريد اشوف مات سمك بالماي انقهرت رجعت للشرب. ويلي. بعدين جهتوب غرقان 7 مليارات انقهرت وبشدة رجعت للشرب. يا اخي لا تسمع اخبار، يا غاندي لا تسمع اخبار. الحل شنو؟ منتظر الحكومة الجديدة. اذا ما خدموا الوطن ابقى اشرب، بس اذا خدموا الوطن راح افرح من كل قلبي. وتترك الشغل؟ ايوه. شلون افرح بمي بابنك؟ غالي وغالي، بس من رخصتك انزل ابدل دهن وراها وصلك. لا ما اقبل. رزقي ورزق عائلتي، هسه انت شكو وراك وزاره، مو اني وضعي يختلف، اني تاخرت على سعادتاته وهاي تطردني، صدقني تطردني. هسه اشغل لك فهد نوري والزقنبوت مالك موجود. ايوه المجد شنو؟ مي مقطر؟ اطبق اطبق انزل اطبق. هذا مو انصاف منك. لله يا معذبني منك لله. وهذا هم دهن؟ نعم حجي. وهذا هم دهن؟ كذلك ايضا. وهذا هم دهن؟ ايضا. وهذا هم دهن؟ نعم. اصمت اجدادك اليوم. وهذا هم دهن؟ نعم حجي. وهذا هم دهن؟ طبعا. ايش وقت راح تصير عصبي ابن القهوة؟ غالي وغالي بخت كله خموس وزكام واعطي لك على البقية. سبحان الله. اخي لقد تأخرت على صلاتي. شنو انت هندوسي؟ وينك صلاة هسه؟ لا هي مغرب لا هي عصر لا هي ظهر. إنها صلاة الشكر. الهاتف. قاسم منتوجات. ماذا يقرب لجاس مشتريات؟ شيخنا اكو حجاية بقلبي لا تزعل مني. أبدا. يا أخي انزل للشارع انصح هاي الشباب، يعني هسه بشرفك أنا لو مقابل هاي شهرتك من زمان أصير أدبسز كان هسه مو حاير وين أصلي. أنا أريد أنزل للشارع أنصح الناس، بس وقت اللي قررت أنزل للشارع اكتشفت أكو تزوير بالانتخابات، احبطت رجعت للبيت. بعدها قررت أنه أنزل للشارع
السمك طفح، احبطت رجعت للبيت. وراها صار غرقن السبع مليارات، انقهرت انت ورجعت للبيت. سبحان الله، هايش مدريك؟ مو قبل شوية صعدت واحد مثلك بس على بلنجو. بلنجو؟ أجل أيها الشيخ، بلنجو شيخنا من رخصتك، بس أبدل دهن وارجع لك. لا 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 يا أخي، اتفقنا أن توصلني بسرعة. شيخنا مو هاي سعاد تاتو، هسه تبدل علي، بس تأخر عليها تجيب واحد غيري واني عيشتي عليها. هسه تشك وراك تقعد بالسيارة، أعلق لك أدعية وقرآن، ربع ساعة ما تأخر. أنزلني هنا، أنزلني، لا أحد يصدق بوعده. يلا طالع مني فلام كارتون مدري مين، ولدي الكلاش المحرك راح يقوم. وهذا همدهن. نعم حجي. وهذا همدهن. عالي الجودة. وهذا همدهن. أي حجي. وهذا ما يتعب ابن الفلتر. وهذا همدهن. نعم حجي. اسم الله اسم الله حجي. تعلت نشتك. على راسي حجي. غالي وغالي، أريد أبدل دهن وأروح على السريع. سعاد تاتو خبلتها لأمي. لك شو تبدل دهن ملقلق؟ موقفين هنا ابن الصندة، ليش تضرب بسرعة؟ حجي والله ما شفتك عبالي تمثال. زين حجي انت تريد تبدل دهن للسيارة إليك؟ قال خالتك الشقرة. حجي انت غاز بنزين. تقصد سيارتي؟ لا انت حجي لا تبدل دهن، ذن فلوسك ضمن للورثة. لك هذا لسانه طويل ودبسيز. بس العفو اخوي، هذا رجال كبير، شلون تحكي وياه هيك؟ شب ملقلق لا تدافع لي. هذا حبيته الملقلق مبين عليه عفطي، يذكرني بايام شبابي. هيا باا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 ا
طلع من جماعة المعزوفة. رزقي ورزق عائلتي اليوم مسارك يا سعادته. بس خلي بدل دين قبلك. لا حجي والله متأخر. لا روح بدل من أي مكان يا معود. مو هذا آيكون ووكالة ومضبوط. قهرتني بس لا. تاتو حبيبتي إيش خبصتيني؟ ليش وصلتني الفجر؟ منو خالاتك؟ واق 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 ظلا ظلا ظلا. هلا بالختام أذكر اللي يحب يتواصل ويانا يتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. وأكو مواضيع سريعة أريد نحكي بيها. أول موضوع صديقنا محمد الحمزة دزلنا مجموعة صور لمدينة الرمادي للأنبار بين 2016 و2018 والتغيير العمراني اللي صار بهاي المحافظة. هذه الصور صور تفرح. نتمنى الموصل وكل المدن اللي ضررت من الإرهاب نشوف بيها نفس هاي الصور. موضوعنا الثاني عن العقود وتثبيتها بالموازنة اللي راح تجي. تحديدا اليوم الخميس صار مؤتمر في نينوى للضغط على مجلس النواب حتى يثبتون العقود الخطية للمساكين اللي عانوا هواي والحكومات المتعاقبة. ناس صبروا أدوا واجبهم يأخذون راتب شهر وأشهر ما يأخذون راتبهم. اليوم المؤتمر بالموصل وبالفترة الجاية راح يصير مؤتمر يجمع الموصل وبغداد والبصرة ونطالب مجلس النواب بالموازنة الجديدة موازنة 2019 إنه يثبتون كل العقود، لأن دولة بالأخير ناس قدموا خدمة للوطن وكانوا منتظرين هذا اليوم وكلهم أمل إنه يثبتون كملاك دائم. تعليقات الفيسبوك واليوتيوب بالحلقة اللي فاتت احترقت بموضوع مهم، هو موضوع مهندسين النفط اللي يتخرجون وما يحصلون تعيين. مع الأسف مهندسين النفط حاليا دا يتعينون من محافظة واحدة وباقي المحافظات ما حد يعينهم. راح نستضيف بالحلقات الجاية مهندسين تخرجوا وما تعينوا يحكون عن هذا الموضوع بشكل سريع ضمن الحلقات الجاية. قبل الختام أي واحد يحصل معلومة عن الجسم الغريب مو رهيب يكتب لنا بالتعليقات. ودمرت حياتي بوست، هذا البوست مال أنا ما ألعب ببجي وما أسوي ميوزيكلي وما راقص كيكي، تسمحوا لي أعيش وياكم بهذا الكوكب؟ لا لا تعيش لا تعيش، موتونا دمرتونا. شوفكم حلقة جديدة في مالا. هذا البرنامج برعاية طازج شركة كاروانجي.